نبتدي بقى بماتش الماتش اللي جاي، يعني الحدث اللي حاصل وكل الناس بتتكلم على مباراه الرجاء والزمالك، رايك ايه في تاجيلها؟ بص، اهم حاجه في الماتش ده يا سيف، او في التاجيل عامه، يعني لسه كان حاصل الموضوع ده شبهه شويه في ايطاليا ما بين يوفنتوس وبين نابولي. نابولي كان عندها حالات ويوفنتوس قال لك انا جاهز العب، الرابطه قالت لك نابولي يجي، راحوش الماتش، الرابطه خدت 3 نقط من نابولي و3 3 0. في هناك ايه؟ في لائحه، حتى الاتحاد المصري عامل لائحه، المفروض يعني في كورونا كان كاتبين تقريبا اكتر من 10 حالات ماتش يتاجل، صح؟ صح حميد ولا الاتحاد الافريقي ما فيهوش لائحه؟ الاتحاد هي ده اللي كان فيه، الاتحاد الافريقي ما فيهوش لائحه ولا في اي حاجه مع نفسه، هي دي المشكله، انت مش عامل لائحه. طب انا عندي 7 اجلت لي الماتش، عندي الفرقه اللي بعدها عنده 5 هم امبارح ما فيش الماتش. انا هشرح لك، بس هم امبارح قالوا ان اي فريق، الاتحاد الافريقي رد امبارح قال لك ان اي فريق القائمه بتاعته 30 15 او عنده 15 اصابه زائد واحد ما يلعبش، ماشي 15 اصابه يلعب وما يكونش فيهم حراس مرمى. بس مشكله الرجاء مشكله مختلفه دلوقتي، بس مش الرجاء بيزيد، لا وغير كده كمان 8 بقى 14. لا وغير كده كمان اللي انا عايز اقول لك عليه، الراجل فوزي لقجع ده راجل ذكي جدا، وهو كان ذكي جدا في ادارته للازمه. هو عمل ايه؟ هو النهارده خلي بالك دي تاني مره يتاجل الماتشات، خلي بالك كان الماتشات دي كان المفروض تتاجل الاولانيه، كان المفروض في اول اكتوبر بس هو عمل تأجلت. بس هو عمل ايه يا سيف؟ بس هو تاجلت لان الدوله عنده اصلا كانت قافله، يعني المغرب اصلا كانت قافله، ما كانش عنده سكه ان هو يلعب اتحاد افريقيا، ما كانش عنده حلول. يعني هو دلوقتي عمل ايه؟ هو ذكي، هو خرج المشكله بره نادي الرجاء النهارده. وانا اتكلمت، جبت سياده السفير معايا وجبت الناس معايا تتكلم، ان هو راح عامل ايه النهارده؟ جاب جواب رسمي من وزاره الصحه ومن وزاره الداخليه ان الناس دي ممنوعه من السفر. التصريح اللي هو في حاجه اسمها تصريح استثنائي عشان اي مغربي او اي حد يسافر بره الدوله. راح عامل ايه؟ جاب لهم ان الناس دي ممنوعه من السفر. فالنهارده هو النهارده حط الكف في حته، مش موضوع بقى كام عدد لعيب مصابين. موضوع يعني الموضوع خرج بره. لا 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 انت بس فاهم غلط. هو دلوقتي الناس اللي ممنوعه من السفر اللي عندها كورونا. لا. لا لا اسمع كلامي بقى، انا جبت السفير معايا وجبت كل وجبت صحفيين معايا، جبت ناس يعني المغرب. معلش انا هشرح لك، بس الجروب كله ممنوع من السفر. ما هو ما ينفعش الجروب كله، لان كله هو عمل لهم مسحه. لا اللي عنده مسحه سلبيه يلعب. لا ما هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه، التركايه اللي عملها فوزي لقشع اللي انا بقول لك عليها. انا اتكلمت مع الناس في المغرب، هو عمل ايه يا حازم؟ النهارده الموضوع خرج في الاتحاد الافريقي بره حته كام لعيب مصاب. لا هو جاب جواب رسمي من وزاره الصحه ومن وزاره الداخليه ان فريق المغرب كله الرجاء كله بالكامل ممنوع من السفر بره المغرب. هم عندهم عشان يسافروا بره المغرب، اي حد يسافر بره المغرب في حاجه اسمها تصريح استثنائي، وزاره الداخليه سحبت منهم التصريح ده. فبقى النهارده فريق الرجاء قدام الكاف، مش موضوع ان انا عندي كام اصابه، انا البلد منعاني ان انا اسافر، وهو ده اللي بيستند عليه على تاجيل المباراه. فالماتش كده كده هيتاجل، يعني الماتش مش هتلاقي في الموضوع، مش الموضوع خرج من حته كام لعيب مصاب. الموضوع بقى انا يا جماعه عايز اسافر اهو باللعيبه السليمه اللي عندي، بس الدوله مش عايزاني اسافر، اعمل ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ هي دي اللعبه او الجيم اللي فوزي لقجع لعبه مع السلطات هناك، خلاها ان هي خلاص الاثورتيز اللي عليا هي اللي منعاني ان انا اسافر. هي دي التركايه اللي هو لعبها. هي النظريه برضو، هرجع لحته لائحه، معلش طبعا الكلام ده كله صح وكل حاجه، بس لازم يبقى في لائحه زي اللي حصل في الهلال السعودي في اسيا، ما تلعبش الماتش، ما كانش عنده لعيبه من اول البطوله بيلعب، وهو اساسا بيلعب بكامل 14 ب 15 ب 13، لما زادت قوي ما لعبش، ما قالوا له مش تلعب خلاص، وتلعب بره البطوله. اسنان لائحه موجوده في الاتحاد، بس انا شايف يا حازم ده ظلم. ماشي يعني ده ظلم، ماشي. حرام يعني. انا النهارده بلعب بكسب الدوري عشان انت ما دام بتلعب. طب افرض دلوقتي انت في تايمنج حصل لا قدر الله، يا ربنا رب يشفي الجميع ويشفيهم كلهم، وانا اتمنى فرقه الوقت تبقى سليمه ان شاء الله، عشان حتى لما يلعبوا يلعبوا فيرست. انا بصراحه كراجل زملكاوي ما بحبش كوره تلعبها وانت ما قاسم لك حد. انا بصراحه كزملكاوي نفسي ان انا العب الرجاء فوز، زي ما تكسبتهم هناك يعني نفسي اتاهل العب الرجاء عادي. بس انا بتكلم في حاجه، عشان انت دايما حاجات بتدي لك انديكيشن عشان اللي بعد كده تبقى شغال ازاي، ما تقعدش ماشي اليوم بيومه. المفروض منظمات كبيره بتشتغل بلوائح، حط لائحه بعد، لان ممكن لا قدر الله يوم 30 يوم مثلا، اما يجي يسافر يلاقي 7 8 كمان هيأجل تاني. المشكله دلوقتي ان الزمالك مش ممانع من التأجيل. انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم انت لا قدر الله افرض مثلا لا قدر الله حد من الزمالك 7 8 هيأجل تاني. هيأجل يروح فين؟ ما في توقف افريقي عشان في اجنده من يوم 7 هو عايز يلعب البطوله الجايه بعديها على طول. فانت هتعمل هتحط نفسك في مشكله عشان انت مش عامل
رولز من الاول. هو هو بس بس ده لو كان احط رولز بعد كده عشان الناس تبقى انا عليا انا جت عليا حصلت فيا راح قال له هتلعب كده هتيجي على وقت تاني هتلعب كده حصلت معاه بس هي دي رولز. هو الاتحاد الافريقي بصراحه هي دي المشكله.